قدر الفنان آسر ياسين أنه يقدم فيلم مختلف عن ثورة يناير، وهو فيلم فرش وغطى واللي قام بإخراجه أحمد عبد الله. فيلم فرش وغطى أعاد الفنان آسر ياسين من جديد للسينما. ركز الفيلم على هروب أحد المساجين من سجن أبو زعبل أثناء فتح السجون بعد ثورة يناير. الحقيقة أن الفيلم كان صعب جدا في التمثيل لأنه بدون حوار أو سيناريو، وبيعتمد طول الوقت على التمثيل وعلى حركة الكاميرا. رفض كمان الفنان آسر ياسين تصنيف فيلمه من ضمن الأفلام المستقلة. يا ترى إيه السبب؟ ده اللي هنعرفه حالا منه في تقريرنا اللي جاي. تعالوا نشوف آسر هيقول إيه الكاميرا بالألوان الطبيعية. الحقيقة دي أول مرة أجي مهرجان الأقصر، ودي تاني دورة المهرجان، وأنا حريص عامة في أي مهرجان بتعزم فيه، بحب ألبي الدعوة وأحب يعني بهتم ده. فالحقيقة مهرجان لغاية دلوقتي لطيف جدا، وفعالياته يعني أنا عجبني الهدف السامي اللي هو فيه اللي علاقة بتشجيع السياحة، وعجبني جدا الأفلام المنقاة في المهرجان الأوروبية والعربية. يعني في بيتهيألي هم محظوظين أو في توفيق كده إن عندهم أفلام مصري كويسة أوي حديثا. حتى فيلم زي مؤاخذة، زي كان بداية عرضه هنا، فيلم زي هرج ومرج، فيلم زي أستاذ محمد خان في فتاة المصنع، فيلمي فرش وغطى. بيطلق عليه افلام مستقله، بس انا مش شايف انها مستقله الحقيقه. يعني انا شايف ان هي افلام ذو طبيعه خاصه، طبيعه خاصه ان هي اتعملت بانتاج اقل من الانتاج اللي بيحصل في السوق. افلام ليها علاقه ان هي يمكن تكون مش على نفس الذوق العام التجاري، فممكن تبقى فيها نوع من المغامره شويه في انتقاء الموضوع او حتى في طريقه معالجه الموضوع. فبالنسبه لي هي دي سينما، يعني هي سينما مستقله بتتقال، هي دي سينما. ففي افلام بتتعرض هنا مهمه جدا انها تتعرض، مهمه تتشاف من خلال المهرجانات، من خلال دور العرض، ده مهم. تحدي ان كان اتعرض عليه في 2000 واواخر 2011. كان ساعتها الانتاج السينمائي كان فيه مشاكل، محدش كان متحمس ان هو ينتج فيلم، خاصه فيلم طبيعي دي ان هو فيلم ما فيهوش ديالوج. فكان التحدي ساعتها ان انت تعمل فيلم زي ده. فوفقنا الحمد لله وعملنا شركه صغيره وشاركنا بيها، يعني دخلت فيها انا واحمد عبد الله وطارق حفني وعمر شامه وهاني صقر، واحنا صناع في الفيلم، وشاركنا بيها في شركه فيلم كليب بتاعت محمد حفظي عشان نعمل فيلم. ففي الاخر خالص لما انت تبقى في الوقت ده تعمل فيلم زي ده، ويروح تورونتو ويروح لندن ويروح ابو ظبي ويروح مونبلييه في فرنسا وياخد جايزه ويتوزع في فرنسا وينزل في مصر لمده اسبوعين بسبع نسخ ويجيب ايرادات احسن من اي فيلم 20 نسخه، فبالنسبه لي ده حقق نجاح فوق اللي احنا فوق. اختلف مهرجان الأقصر السنة دي عن السنة اللي فاتت من حيث عدد الأفلام المشاركة، واللي وصل عددهم ل 62 فيلم من 19 دولة أوروبية مختلفة. شارك كمان 23 فيلم قصير وتسجيلي. وكان من الملاحظ السنة دي اختفاء وقلة النجوم المشاركين في المهرجان على عكس السنة اللي فاتت، كمان عدد المكرمين قل جدا، لكن الجوائز السنة دي زادت قيمتها. وبينح المهرجان السنة دي 3 جوائز مختلفة، وهي جائزة العمود الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل،
أما الجائزة الثانية فهي العمود الفضي، وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل ممثل وممثلة. أما الجائزة الثالثة فالعمود البونزي لأحسن مخرج. تعالوا مع بعض نلتقي ببعض الجائز الفائزين والمكرمين ونشوف هيقولوا إيه لكاميرا بالألوان الطبيعية. كل المجموعة اشتغلت، حتى مؤسستنا اسمها مؤسسة نون، يعني بالهيروغليفي يعني نحن، ما فيش حد بيتكلم باسمه، بنقول احنا عملنا، وهي دي الروح اللي لازم تكون عندنا كلنا ولازم تكون في مصر كلها. ما ينفعش اقول انا عملت، نقول احنا عملنا، زي الاسكندرانية لما بيقولوا نروحوا ونرجعوا، هي دي اللغة المصرية الأصيلة بتاعتنا، لازم نرجع لها. المخرجة الشابة سارة رزوق عن فيلمها فردة شمال مصر. أكيد سعيدة جدا إن ده الفيلم المصري الوحيد اللي فاز في مهرجان، في أفلام من دول تانية كتيرة خصوصا من أوروبا، بس فأكيد الجائزة بالنسبة لي يعني مميزة أكتر كمان عشان دي أول جائزة للفيلم وأول مهرجان الفيلم يشارك فيه. وصلنا دلوقتي لآخر فقرة في البرنامج وأهم تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. وأول تعليق معانا للمخرج أحمد عاطف. أحمد بيقول الحمد لله انتهيت من كتابة مسلسل نسوان أدرى وقبال أول يوم تصوير ادعوا لنا. المخرج عمرو سلامة أنا مبسوط جدا بنجاح فيلم الجديد لمؤاخذة والفيلم كامل العدد في دور العرض، شكرا لجمهوري المحترم. الفنانة درة انتظروا فيلم المعدية قريبا في دور العرض إن شاء الله يعجبكم. الإعلامية وفاء الكيلاني البعض جثة راقدة فمن منكم يريد أن يكون قبرا. المخرج والمنتج شريف مندور رحم الله الفنان فاروق نجيب. الفنانة دولي شاهين تعبت من الشائعات وأرجو من الصحفيين يرجعوا لي قبل نشر أخباري. الفنان حسن حسني اعتذار الإخوان محاولة خيبة من جماعة فاشلة للعودة مرة أخرى للحياة السياسية. وعلى نفس الموضوع علقت الفنانة جيهانة فاضل انتبهوا يا سادة من اعتذار الإخوان في هذا التوقيت. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة، استنوني كل يوم في نفس الميعاد وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان _ الطبيعية @dreams وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة بألوان الطبيعية.